قدامه وتمحنت وخاصه الحق ديالي توري وليدي وانا شنو دخلك الماء للبيت ولا شنو؟ اوه حيت هي ما توليدها راحوا يا تيجيو انا بوس راه مسافي راه بقلبي قلنا له كنطلبوا من الناس المسؤولين انهم يعطيونا حقنا لان احنا كنخلصوا جميع الواجبات ديالنا وملي كنبغيو ملي كنمشيو وكنبغيو شي حاجه من عندهم ما تيبغيوش يعطيوها لينا هادشي اللي كنطلبوا وحنا راه مضرورين راه فين ما كنمشيو كيقولوا لنا سيروا هو الكاميو غيتبعكم باش يجي يسرح القوات وراه كيديروا على نص خدمه راه ما كيديروش خدمه كامله والله يصار سيدنا كتي عندي مشكل مشيت مع البنت كتشي ودخلنا كتبكي كتغوت قال لك حنايا سيرو نشوفوا هاد الباشا راه جامع صحاب لي طرونسبور ديال اللي كيسرحوا هادشي قال لك كجامع هادشي حداه خايف على هو اللي يدخل لي المال للاداره ني قلنا ليها زيد شوفوا المشكل قال لك اليوم راه السبت راه ما كاينينش وصحاب لي بامانونس قال لك راه جامعهم عنده هذا راه شاف ديالهم هذا اللي كيراعي على المصلحه ديالنا حنا اللي كيدخلنا المكتب ما تسوقش لينا قال لك سير عاوتاني حتى النهار اثنين سير عند واحد راه كيقولوا ليه مومو الله يعمر دار ومشات عنده كيف ديما ولا مساكن هاد الناس ما كيجيو كيغوتو ويحيحو كيصيفطو ليهم واحد كيسمح ليهم ما كيديروش لهم الاجراءات اختي حنا بغينا نشوفو من هادشي هذا بغينا نشوفو شي مسؤول كيتكلف لينا بهادشي هذا انا حيت انا عيب وعار حنا راه الشعب راه الا كنا مغاربه راه خاص يضرب بنادم يضربو كيف كيقولو يضربو النفس على الدم ديالو راه عيب والناس عندهم وليدات كيشموا هاد الريحه هادي لا داز ليهم هادشي خيوطه ديال الضو عندهم قريب لا داز يوم هادشي لا ماتشي واحد ما عندهم يديهم ولا كيقول لك هما ما كيجيوش يتشكاو نتوما من هاد المنبر كنوجه لكم التحيه الله يرحم الوالدين وصلوا لنا الميساج ديالنا المسؤولين كبار الله يرحم الوالدين الناس راهم في محنه هاد الناس هالحاله تشوفوا ديالهم كي دايره درنا 3 شكايات الحي كله درنا شكايات وماشي غير هاد الدار كاع الزنقه 31 كلها بالفيضانات واللي مضرورين هما هاد الناس هادو راه في واحد المحنه لا يتلاها وهاد الناس عينا ما صيفطنا الشكايه جاو وخدموا القادوس ولكن راه شي حاجه ما داروها لا شيء يذكر وهاد الناس انا لله وانا اليه راجعون هي راه الدور في الهيار كاين الماء الماء راه داخل الارض راه هادشي تنشوفو بواحد الخطر لا حول ولا قوة الا بالله هاد الناس يديرو معنا شي حل